كان صغير وربيته، فجبته عشان يتخبى من القصف عشان ما يموتش، يعني كثير انا بحبه، ربيته من هو صغير وكبر وضله معايا. القصف بفرش بين اي بين الانسان والحيوان، زيه زي اي انسان الحيوان. صراحة الوضع سيء، يعني حياة صارت صعبة، سيب التعليم وسيب اغراضي، اصحابي بعاش عنهم اشي لهم مستشفى دوم احياء، يعني الحياة هيك صارت صعبة، لا في كهرباء ولا في نت، لا بقدرش اتواصل مع اصحابي، سبت اغراضي سبت تعليمي هيهم بالدار، طلعونا من البيت، طلعت حافي بجري زي خايفة كتير، الصواريخ طالعة انا خايف، صواريخ قوية كتير.